صواريخ على بعلبك. نصر الله في يوم الجريح. نحنا ما منبعت شبابنا على سويرية ومنقول عم نوزع حليب وبطانيات. الجديد في قلب حمص. نحنا باغتناهم ما شافونا إلا بيناتهم. وحياة رغم الموت. مع الجيش ما حدا بيخاف. واشنطن ترفض فرض منطقة حظر جوي على سوريا. تقدم روحاني في الانتخابات الإيرانية. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. صواريخ آخر الليل وآخر اللقطاء الأحرار ضربت بعلبك مرة جديدة، فروعت ناسها واستهدف أحدها منزل الأسير المحرر سليمان رمضان الذي نجا مع عائلته من الموت. 8 صواريخ ضربت العمق الآمن لمدينة بعلبك ومصدرها مجموعات هاربة من المسؤولية تضرب وتهرب، متخذة من الجرود الطافرة مأوى لها. استهداف بعلبك جاء بعد ساعات قليلة على خطاب تهدئة النفوس للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وعنوانه العريض إنما بعد القصير مثل ما قبلها، وحيث يجب أن نكون سنكون. تلك حدود حزب الله المفتوحة في سوريا التي قاربها نصر الله بتوقعات فوق السطور تتنبأ بأن المشروع ضد سوريا بدأ يهزم. خطاب نصر الله في يوم الجريح ترفع فيه عن كل الجراح وتحديدا الطائفية منها، حيث تقابل الآراء بفتاوى النحر والقتل والتكفير والاعتداء الجسدي، ولم يقل لهم أحد محل الكحل بعيونك. نصر الله الذي حرم الرصاص الابتهاجي عفوا على أي حدث مستطلعا الفتاوى الإيرانية والعراقية الشرعية في هذا الشأن، أعلن أن حادث مقتل الشاب المظلوم أمام مبنى السفارة الإيرانية مرفوض كليا، وأن حق هذا الشاب يجب ألا يضيع، معلنا في الوقت نفسه عن عمل استخباري إعلامي يجري يوميا للإيقاع بين السنة والشيعة في البقاع، معتبرا أن اتهام عرسال بإطلاق الصواريخ هو شائعات كاذبة، فالصواريخ التي تسقط على مناطق البقاع مصدرها مجموعات مسلحة في سوريا، وهذا يستلزم معالجة وسوف نجد له حلا. على مستوى القتال في سوريا، تحدث نصر الله عن عشرات الآلاف من الذين يؤتى بهم إلى سوريا من أنحاء العالم، واستغرب كيف ترسل دول عربية ليس لديها مؤسسات حكم ولا انتخابات ولا دستور آلاف المقاتلين إلى سوريا من أجل الإصلاح. وأعلن أن حزب الله آخر المتدخلين في سوريا، فقد سبقونا، مسميا بالاسم تيار المستقبل وأحزابا وتيارات لبنانية، وأضاف لو تدخلنا في سوريا إلى جانب المعارضة لكنا رفعنا على رؤوس الأشهاد وحلت عنا الفضائيات العربية، لكننا نحن لا نرسل شبابنا إلى سوريا ونزعم أننا نوزع الحليب والبطانيات ولا ندفن شبابنا في سوريا ونقوم على إسكات الأهل في لبنان، فعندما نقاتل لا نخبأ ونمشي في الجنائز في وضح النهار. خطاب نصر الله إذن تعبئة تهدوية على التشنج المذهبي وترقيد لجمهور المقاومة منعا للاندفاع حيال أي رد فعل طائفي، فنحن ذاهبون إلى مكان نعرف كل تبعاته ومستعدون لتحملها، وليس لنا منتسبون إلى حزب الله في دول الخليج ولا مشاريع على أرضها، ولوائح الإرهاب تزيدنا قناعة بموقفنا. تهدئة للنفوس، ولكن لا طمأنينة لأي نفس عربية أو دولية بوقف القتال في سوريا، وهو ما تركه نصر الله حيث تدعو الحاجة. جمهور السيد الذي سيلتزم تحريم الرصاص أطلق النار ابتهاجا على الفتوى. واستنكارا أطلق الرئيس سعد الحريري تغريداته على تويتر، وهو ضمنها فتوى تحرم توريط لبنان وتعريض مصالح أبنائه للخطر. وقال الحريري لقد اعتقدنا أن المجموعات المسلحة التي يتحدث عن وجودها السيد حسن في القصير تابعة لجهاد البناء،
وهي لم تطلق رصاصة واحدة على المواطنين الأبرياء. إذن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول في يوم الجريح: نحن آخر المتدخلين في سوريا والآخرون سبقونا وبينهم تيار المستقبل. أيها الناس اللي قاموا قيامتهم على حزب الله لأنه تدخل، نحن آخر المتدخلين، سبقونا تيار المستقبل وأحزاب لبنانية بديش سميها وقوى لبنانية بديش سميها ودول وجماعات وأحزاب ومنظمات وتنظيمات، نحن آخر المتدخلين. عنوان معارضة سورية مسلحة وفي عشرات الآلاف، على أنا بحتاط بقول عشرات الآلاف، الله أعلم قد العدد، يعني في حكي بالمئة ألف أكثر من 100 ألف، من الذين جاءوا ومن الذين جيء بهم من كل أنحاء العالم. هلأ حدا بده يقنعنا إنه في دول عربية ودول بالعالم الإسلامي ما عندها لا انتخابات ولا عندها ديمقراطية ولا عندها دستور أصلاً ولا عندها مؤسسات حكم، هي عم تبعث أبناء بلدها وتملهم تسهيلات تعطيهم فلوس وضمانات إلى سوريا من أجل الانتخابات والديمقراطية والإصلاح، أو إنه في شيء تاني؟ طيب إذا في جبهة من هذا النوع، العالم جاي عم بيقاتل بسوريا، عم بيقاتل هذا النظام وهذا الجزء من الشعب السوري، العالم جاي عم بيقاتل بأمواله بفلوسه بسلاحه بإعلامه. حتى هاي كذبة تسليح المعارضة، ما ماشي التسليح من زمان. طيب طلعنا نحن هيك واضح في ناس، وبعد مضي ما يقارب العامين أو ما يزيد على عامين هن مصرين مكملين بهالمعركة لو بدها تدمر سوريا وينذبح الشعب السوري، المهم أن يسقط هذا النظام وأن يتغير موقع سوريا السياسي والإقليمي. ويا ريت البديل بده يجي نظام سياسي، نظام البديل، البديل هو الفوضى، البديل هو حكم هذه الجماعات التي تنحر وتذبح وتقتل و و و و إلى آخره. نحن ما رحنا تخبينا، في ناس عتبوا علينا قال طيب يا خيبة كنت تقاتلوا بسوريا بس ايش بك تعلنوا. بكل صراحة، بكل صراحة نحن ما منبعت شبابنا على سوريا ومنقول عم نوزع حليب وبطانيات، واذا انقتلوا مندفنهم بسوريا ومنسكت اهلهم بلبنان. انه بكرة والله بده يجي يهددنا باللبنانيين الذين يعيشون في دول الخليج، أنا بحب لكم منتسبين لحزب الله ما في بدول الخليج أصلاً، أنتوا بتصدقوا أنه في من منتسب لحزب الله بيعطوه إقامة بدول الخليج من زمان؟ إذا تقدم تضحيات لمواجهة هذا المشروع وإسقاط هذا المشروع، سواء كانت هذه التضحيات شهداء أو جرحى أو نزلت على رؤوسنا صواريخ بالبقاع أو بالضاحية أو قتل منا أناس مظلومون أو بسبب موقفنا وموقف المواجهة ظلم ناس في هذه الدولة الخليجية أو تلك الدولة العربية، أنا أقول لكم إسقاط هذا المشروع الخطير جدا جدا على أوطاننا وعلى مقدساتنا وعلى شعوبنا هو أضخم بكثير من أي تضحيات يمكن أن تقدم، ويجب أن نتحمل هذه التضحيات. كمان هون حدا بيظن أن وضعنا على لوائح الإرهاب وأن تهديدنا باللبنانيين وأن الاعتداء على أي شكل من أشكال الاعتداء في الداخل والخارج يمكن أن يغير من موقفنا هو مشتبه، بل أقول لكم مثل ما حكيت عن الشتم والذب هو يزيدنا قناعة بأنه موقفنا صح ومسارنا صح ورؤيتنا صح وموقعنا صح وتستحق التضحية. الدائرة الإعلامية في حزب الله وزعت قرصاً مدمجاً يظهر مشاهد لرفع راية الإمام الحسين على مسجد الإمام الحسن المجتبى في القصير وليس على جامع الخليفة عمر بن الخطاب الذي يبعد كيلومترات عدة. وكان السيد حسن نصر الله قد تحدث عن هذا الموضوع في خطابه، وكيف أن فضائيات عربية ومواقع كثيرة تحدثت عن هذه الصور وقالت إن هذه الراية رفعت على جامع عمر بن الخطاب، مشيرة إلى أن هذه المعلومة كاذبة وليس فقط خاطئة،
وأن في القصير سكانا شيعة ولديهم مسجد الإمام الحسن. الرئيس سعد الحريري رد على كلام السيد حسن نصر الله قائلا إن السيد لم تحالفه البلاغة في إسقاط الجرائم التي يشارك حزبه في ارتكابها بسوريا وادعائه أن المستقبل يرسل المقاتلين ويدفن القتلى في سوريا، مشددا على أن السيد نصر الله قدم دليلا جديدا على المسار الخطر الذي يقود البلاد إليه والذي على حد توصيفه يريد له أن يتخطى حدود لبنان ليطاول المشرق العربي. وأضاف الحريري إذا كان السيد يريد أن يرمي تهم جزافا بداعي البحث عن شركاء له في الجرائم التي تستهدف الشعب السوري فليفتش عن أهداف أخرى غير تيار المستقبل. وتابع إن أقل ما يمكن أن يقال في هذا الكلام أنه كلام من إنتاج مخيلة السيد حسن نصر الله ولا مكان له على الإطلاق في مراتب الصدق والحقيقة. وختم رده بالقول حرام توريط لبنان وتعريض مصالح أبنائه للخطر وحرام الإصرار على مسار مجهول نهايته الخراب. وأضاف ومع كل ذلك تريد حكومة فيها الثلث المعطل. سقطت ليلا صواريخ من الجانب السوري على بعلبك لا سيما في الكيال ومنطقة البساتين واستهدفت أحدها منزل الأسير المحرر سليمان رمضان وكان الزميل رامز القاضي قد أجرى ليلا مقابلات مع عدد من المواطنين. كمال هذه المرة الثانية اللي بتسقط هاي الصواريخ على يعني قريب من منزلكم؟ هن نزلوا صاروخين بعاد عني، هو سليمان بيكون ابن عمي وابن عمي وخي نفس الشيء. نزل اول صاروخ والثاني، الثالث انا فت لجيب مفتاح السيارة لطلع عائلتي لأنه صاروا برا عائلتي وبعضهم يعني بعضهم بالصدمة يعني ما لها اسبوع القصة. فت لجيب مفاتيح سيارتي وانا وطالع والا بيفقع الصاروخ الثالث. ما بعرف يا على ضغطه يا اما انا يمكن راكد بحس شيء هيك نمل هون. هيدي من هيدي منا هي لانه طبعا انا وقعت هيك على الارض كلني سوا. يعني فقع تقريبا بعيد عن بيتي شي 10 متر. فينا نقول اكثر شوي تقريبا هيك لانه طلع نار بوجهي يعني ما بعدني غدرت دغري يعني وشو التقينا فيكم. اليوم وين بتبيتوا ليلتكم بالبيت؟ يعني بدنا نلجأ لأحد الأصدقاء يعني بس براتب على البيت. حدا من عائلتك أو حدا مضطربين نفسياً تعبانين يعني هلأ تعبانين بس ما أكثر من هيك. الزميل رامز القاضي يجول في مدينة حمص ويطلع على الأوضاع هناك، التفاصيل في هذا التقرير. الطريق إلى ريف حمص الشمالي تمر بحمص القديمة، تعبير استخدمه أحد الضباط المشرفين على العملية العسكرية للجيش السوري في المدينة لاستعادة الأحياء التي لا يزال يسيطر عليها المسلحون المعارضون قبل الدخول إلى تلبيسة والرستن. في نقطة أساسية هون قتال المسلحين اللي هن متحصنين داخل حمص القديم اللي هي كلياتها بناء قديم وبناء أسري قديم، بيعتمدوا هن على تحصينهم الذاتي اللي هو مشمول بالأبنية وطبيعة القتال اللي فرضت نفسها عليهم وعلينا كمان بنفس الوقت. هن بيعتمدوا بقتال على القناصين، نحن بنعتمد على أسلوب مختلف تماما هو أسلوب المباغتة وأسلوب المفاجأة زائد أسلوب التسلل وحرب العصابات بكل معنى الكلمة. هنا في باب هود في غربي المدينة دارت معارك قاسية نجح فيها الجيش السوري بأحكام سيطرته واستعادة مركز ثقل للمسلحين في الشهور السابقة. إذن هذا الشارع هو شارع الخندق الذي يفصلنا عن حمص القديمة حيث تتركز الآن العمليات العسكرية بشكل أساسي وبتشير يعني بحسب ما تظهر هذه الصور إلى ضراوة المعارك التي شهدها هذا الشارع من أجل السيطرة عليه من قبل الجيش السوري.
باليوم اللي دخل في الجيش العربي السوري للنقطة هي تحديدا حصل اشتباك ما بين جبهة النصرة وبين الجيش الحر. القطاع كان هون على ما يبدو للجيش ما يسمى الجيش الحر أو عصابات الجيش الحر، لكن جبهة النصرة على ما يبدو دحرتهم أو قتلتهم وصار خلاف بيناتهم رهيب، حتى صار صوت إطلاق الرصاص بيناتهم وقتل واحد قتل، يعني مو بالرصاص قتل، ظلوا يمارسوا معه أساليب التعذيب حتى قتل تماما. هذا على مسمع منا تماما يعني، وكان بالبناء الخلف هذا تماما، يعني هذه شغلة واقعية حصلت على مسامعنا تماما. كان على خلاف، على ما يبدو اختلفوا على الجهة اللي خلت الجيش العربي السوري يدخل لهون، هن ما عرفانين الطريقة، نحن باغتناهم ما شافونا إلا بيناتهم. فكانت عملية ناجحة، تم الدخول إلون من ثلاث محاور، كان المحور الرئيسي للدخول هو من الجهة هي. خلف هذه المباني تقع الخالدية والحميدية وجورة الشياح التي تحصل فيها اشتباكات عنيفة، نظرا إلى المباني المتلاصقة وهي بغالبيتها من الأبنية التراثية. سواتر ترابية ودمار كبير في مدينة حمص تشير إلى ضراوة المعارك وحرب المدن التي شهدتها هذه المدينة، ولا سيما هنا عند أطراف حمص القديمة. الدمار كبير في الأحياء المشرفة على حمص القديمة تشير إلى ضراوة المعارك التي شهدتها، لكن ما عزز موقف الجيش السوري على المسلحين هو تطويقه هذه المنطقة، ولكن تقول مصادره أنه حاذر ما استدعى تنفيذ عمليات قضم دقيقة. يقول الجيش السوري أن 80% من مدينة حمص أصبحت تحت سيطرته، في مقابل 20% فقط في حمص القديمة هي تحت سيطرة المعارضة المسلحة. ويقول أيضا مصادر الجيش السوري أن انطلاقا من حمص ستبدأ أيضا عملية استرجاع الرستن وتلبيسه في ريف حمص الشمالي. من مدينة حمص، رامز القاضي، قناة الجديد. حي الميدان في حمص حياة وأولاد يلهون في الشارع، تحقيق رامز القاضي. ربما أغرب شيء في حرب المدن هي أن الموت والحياة يتجاوران، ففي حمص مثلا هذه يكفي أن تجتاز الشارع لتنتقل من سواتر ترابية ورصاص ودمار إلى شارع آخر سنشاهد معا في الكاميرا أن الحياة لا تزال تدب فيه. في حمص مشهد يستوقفك هو إصرار عدد كبير من المدنيين على البقاء في منازلهم التي لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عن خط النار. فهنا في حي الميدان يبدو سكان هذا الحي قد اعتادوا بأطفالهم ونسائهم على أصوات الرصاص والقذائف، مفضلين البقاء على الرحيل. والله قاعدين ببيتنا وما تحرك من محلنا، وهي الشباب هون كمان يعني أخذين محلهم وجادي وأمن وأمان. شو انتم ما فليتوا منهم؟ وين نروح؟ قاعدين ببيتنا والله ما بنطلع اذا ما مكلف الامر. ما بتخاف على اولادك لانه في مش بعيد كثير القضيه، يعني في شارع قطعت شارع. والله المسلم الله. عجله الحياه تشعر انها للحظات لا تزال كالمعتاد لولا اصوات القذائف والانفجارات التي تنبهك الى انك لا تزال في منطقه توتر، لكن الاطفال يستمرون وكان شيئا لم يكن. مش شايف هذا الشارع اللي لك فيه رصاص وفي قصف ومش خايف؟ لا مش خايف، مع الجيش ما حدا بيخاف. شو عم تلعب فوتبول؟ ايه طبعا. يراهن السوريون في حمص على إرادة الحياة ومستقبل أفضل يبنون فيه مدينتهم ويعيدونها كما كانت. من مدينة حمص، رامز القاضي، قناة الجديد. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم أن المرشح المعتدل حسن روحاني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بعد حصوله على 46% من الأصوات بناء على نتائج فرز الأصوات في 6% من مراكز الاقتراع. وقال متحدث باسم الوزارة أن روحاني المدعوم من التيارين المعتدل والإصلاحي متقدما بفارق شاسع على رئيس بلدية طهران المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف، يليه كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سعيد جليلي. أما المرشحان الآخران الباقيان وهما وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي ومحمد قراضي فقد خرجا من دائرة المنافسة. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات فإن دورة ثانية ستنظم في 21 حزيران الجاري. تضيع صلاحيات الرئيس الإيراني إزاء عباءة السلطة الدينية العليا في الجمهورية الإسلامية في إيران، فما هي الأطر الدستورية لعمل الرئيس وأين تنتهي حدوده؟ تحقيق للزميلة هيفا زعيتر. كثيرا ما أثرت صلاحيات الرئيس الإيراني بموازاة سلطة المرشد الأعلى للجمهورية تساؤلات عدة،
فريق يحاول التهوين منها وآخر يهول بها، وبين الاثنين تكمن خصوصية الانتخابات الإيرانية. اختلاف فريد تحظى به الجمهورية الإسلامية في إيران من حيث الإطار الدستوري، فهي تجمع بين النظام الرئاسي حيث المؤسسات المنتخبة من الشعب مباشرة، وبين موقع مرشد الجمهورية وهو المؤسسة الدينية المنتخبة من العلماء. وفيما يحتفظ المرشد وهو السلطة الأعلى بصلاحيات دستورية، يحظى رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية مهمة، أبرزها توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التخطيط القومي وتعيين سكرتير مجلس الأمن القومي الذي يتولى التنسيق بين رسم السياسة الخارجية بتوجيهات من مرشد الجمهورية ورئاسة الجمهورية، وضع الموازنة العامة والإشراف على التوظيف في جهاز الدولة، تعيين الوزراء والمحافظين والسفراء، مع العلم أن كل هذه التعيينات تحتاج إلى موافقة البرلمان لتصبح نافذة. وعلى خلاف الجمهوريات الأخرى، لا يتحكم رئيس جمهورية إيران وحده في السياسة الخارجية ولا في القوات المسلحة أو الملف النووي، فهذه الأمور الأساسية كلها تدخل في نطاق صلاحيات المرشد. وينتخب الرئيس لمدة 4 سنوات، ولا يحق له أن يحتفظ بمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين رئاسيتين على التوالي، ويحتاج رئيس الجمهورية إلى الغالبية البسيطة للأصوات وهي 50% إضافة إلى صوت واحد، وفي حال الدخول في جولة للإعادة بين مرشحين اثنين حازا على أعلى الأصوات، يفوز من يحقق هذه الغالبية. وفيما يجمع المرشحون الإيرانيون على التزامهم ولاية الفقيه وإيديولوجية الثورة، ما يجعل تأثيرهم في السياسات الخارجية والقضايا الكبرى محدوداً، إلا أن كل منهم يظل رقماً مهماً في المعادلة الإيرانية، وله طابعه المميز في سير السياسات العامة للبلاد. وهو ما ظهر في فترات رئاسة محمد خاتمي بين عام 97 و2005 التي استثمر فيها موقعه للدفع باتجاه انفتاح سياسي واقتصادي، وبين محمود أحمد نجاد بين عامي 2005 و2013 والذي وصل إلى حد الاصطدام بالمرشد في مواقف عدة. واشنطن تقرر تسليح المعارضة السورية، روسيا تصف الأمر بأنه تقويض لجهود مؤتمر جنيف 2، وأوروبا تعارض. أثار قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليح المعارضة بعدما ثبت لدى الإدارة الأمريكية استعمال النظام السوري للأسلحة الكيماوية ردود فعل دولية. دمشق اتهمت الولايات المتحدة بالكذب بشأن استخدامها للأسلحة الكيماوية، ورأت أن واشنطن تتذرع بذلك للتدخل في سوريا، وهو موقف تشاطرها فيه القيادة الروسية بقولها على لسان مساعد للرئيس الروسي أن واشنطن أطلعتها على معلومات استخدام أسلحة كيماوية، لكنه وصف هذه المعلومات بغير المقنعة. فرنسا قالت إنه من غير المرجح إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا في الوقت الحالي بسبب معارضة بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو، المشكلة مع هذا النوع من الإجراءات هو أنه لا يمكن تنفيذه من دون موافقة المجتمع الدولي. ومن جهته رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أندريس فوك راسموسن ببيان واشنطن الذي وصفه بالواضح بشأن استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية، وامتنع في الوقت نفسه عن التعليق على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقديم السلاح للمعارضة السورية. على دمشق السماح للأمم المتحدة بالتحقيق ميدانيا في هذه المعلومات. إن استخدام أسلحة كيميائية غير مقبول على الإطلاق. أدعو النظام والمعارضة إلى التوقف عن سفك الدماء والاستجابة للمبادرة الأمريكية الروسية بشأن عقد مؤتمر دولي. إن الناتو ضد استخدام كل أسلحة الدمار الشامل. هذا وأعلنت بريطانيا أنها تتفق مع تقييم الولايات المتحدة، معلنة أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن تسليح المعارضة. وأعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون أن بريطانيا غير مستعدة بعد لتسليح المعارضة السورية، لكنها لا تستبعد فرض منطقة حظر جوي أو أي إجراء آخر. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن دبلوماسيين غربيين وصفتهما بالكبيرين في تركيا قولهما أن الولايات المتحدة تدرس فرض منطقة حظر جوي محدودة من حيث الزمن والمساحة في سوريا، يحتمل أن تكون بالقرب من الحدود الجنوبية مع الأردن، وذلك لمساعدة المعارضة السورية هناك. من جهتها أعلنت ألمانيا أنها أخذت علما وتحترم القرار الأمريكي بدعم مقاتلي المعارضة في سوريا عسكريا، لكنها أكدت أنها لن تسلمها أسلحة. بعد الإعلان، هداية أم تربية؟
أهلا من جديد. قائد الجيش يحث على مضاعفة الجهود لقطع دابر الفتنة البغيضة. مفتي بعلبك الهرمل يزور عرسال معزيا عائلة الحجيري. وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة رشا الكرم. شدد قائد الجيش العماد جون قهوجي خلال لقائه أركان قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والوحدات الكبرى على وجوب مواكبة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان بأقصى درجات اليقظة والجاهزية وبمضاعفة الجهود والتضحيات لقطع دابر الفتنة البغيضة والحفاظ على المكتسبات الوطنية، مشيرا إلى أن تماسك الجيش وصموده أمام التحديات والأخطار هما الضمانة المؤكدة لعدم عودة عقارب الساعة إلى الوراء وإدخال لبنان مجدداً في أتون الصراعات الدولية والإقليمية. ودعا قهوجي الوحدات العسكرية إلى عدم التهاون مع أي اعتداء يطاول أرواح المواطنين وممتلكاتهم والتدخل الفوري لحسم الإشكالات الأمنية وتوقيف المتورطين فيها. أكد وزير الصحة علي حسن خليل أن خوض الانتخابات النيابية في الظروف الحالية وعلى أساس النظام الحالي سيؤدي إلى تمديد غير مباشر للمجلس النيابي مدة 4 سنوات، داعيا كل من وصفهم بالمؤثرين على مستوى كل المقامات إلى التعاطي بروح المسؤولية من دون أي ضغط معنوي على المجلس الدستوري لأخذ اتجاه ما فيما خص الطعن في التمديد للمجلس النيابي. الاقتتال ليس قدرا محتوما والفتنة ليست قدراً محتوماً. علينا أن نتعاطى بوعي، أن نتعاطى بمسؤولية، أن نستفيد من تجربة الاقتتال على أساس مذهبي وطائفي. دفعنا ثمنها الكثير في لبنان، وقدرنا كان العودة لكي نجلس، نتحدث، نتحاور. جالت اللجنة المكلفة التحقيق في أسباب تعطل فاطمة جول في أرجاء الباخرة برفقة فريق من الخبراء والمختصين بتوليد الطاقة والنفط والمعلوماتية. وبنوعدكم وبنوعد الرأي العام أنه يكون عندنا تقرير مفصل بالنتيجة عن وضع الباخرة ككل، عن سبب توقفها، عن كل شيء بهم الرأي العام بأقرب فرصة تنقدر نطلع على تقارير الخبراء. انتقد النائب ميشيل عون خلال احتفال وزارة الأشغال بتدشين طريق بعبديت عينتورة موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نأى بنفسه وترك الحدود من دون ضوابط، مذكرا إياه بأن عكار وطرابلس وعرسال هي من لبنان وليست من سوريا. تدخل حزب الله في سوريا، نحن بالأساس بدنا ننقى بنفسنا مثل ما قال رئيس حكومتنا، ولكن نقى بنفسه هو نظريا ترك الحدود اللبنانية كلها فاتت. عندما نقول 4 مليار دولار كنت زفتت كل لبنان وخلصت منه كل لبنان. أين هي هذه الأرقام في الموازنة؟ ثم في الكلام ذاته رقم 21,172، 21,172 يعني موازنة الدولة اللبنانية كلها، وأنا نائب ووزير وأتحدث أمام زملائي ورئيس لجنة المال والموازنة. يا جماعة، يعني إذا كان أحدهم أو بعضهم يريد تصفية حسابات ليس معي بطبيعة الحال. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وأحاله على المجلس النيابي لمناقشته ودرسه. زار مفتي بعلبك الهرمل الشيخ أيمن الرفاعي بلدة عرسال على رأس وفد علمائي مقدمين التعازي إلى الشيخ مصطفى الحجيري شقيق القتيل علي أحمد الحجيري. وثمن المفتي موقف عشيرة آل نصر الدين التي تبرأت من أي إنسان يثبت تورطه في هذه الجريمة. وبالنسبة للطائرات المروحية السورية التي قصفت على بعض الأحياء في داخل مدينة عرسال، نحن نعتقد أن هذه الطائرات أخطأت الهدف. عرسال لم ترسل طائرات لتقصف على دمشق أو في جوار دمشق وليس لديها مطارات، فنطلب من الدولة اللبنانية القيام بواجباتها لحماية أهلها في مدينة عرسال، كما أننا في الوقت نفسه ندين كافة الصواريخ التي تطلق على أي مدينة لبنانية من أي طرف كان.
بحث وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور مع مساعدة نائب وزير الخارجية الأمريكية كالي كليمنز ترافقها السفيرة الأمريكية مورا كونالي الأوضاع العامة في ضوء الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان، لا سيما مسألة نزوح السوريين وعبئها على البلد، مشددا على تفاقم الوضع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وعدم قدرة لبنان على تحمل المزيد. الامتحانات الرسمية في موعدها على رغم أنف التوترات الأمنية، ووزارة التربية جهزت مراكز للامتحانات بعيدة من أماكن التوترات. تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. بذريعة الوضع الأمني المتأزم وتجنب انفجاره، تجمدت الحياة السياسية في البلاد، فطارت الانتخابات النيابية ودخلت البلاد في شلل سياسي تام. هذا الوضع الأمني المتنقل من الشمال إلى البقاع لم يجده القيمون عثرة تعرقل إجراء الامتحانات الرسمية لأكثر من 100,000 طالب لبناني، فحددوا 22 من الجاري موعداً لامتحانات طلاب شهادة البروفيه و27 لطلاب شهادة الثانوية العامة. فكيف يستعد الطلاب لهذا الاستحقاق التربوي، لسيما طلاب المناطق الساخنة؟ ما في جو امتحانات، كيف الواحد بيبقى متوتر بس يعمل امتحان؟ كيف بدي يعمل؟ خايفان الأوضاع الأمنية شو بيصير؟ مثل طرابلس والبقاع. حتى الأهل بخافوا علينا، يعني هلا خايفين كيف بدنا نروح نقدم نحن. تم اختيار كل مراكز الامتحانات بكل المناطق بشكل إنه بعيدة عن أي منطقة ممكن من قريب أو من بعيد تشكل حالة أمنية. نطالب وزير التربية أنه يلغي الامتحانات أو يأجل الامتحانات بسبب الأوضاع الأمنية بالبلد. منا هالقد كتير جاهزين لهالامتحانات، يعني فمنتمنى من وزير التربية إذا بمدد لنا شوي الوقت لحتى ندرس. البروغرام خلصنا بس ما معنا وقت منيح للمراجعة، يعني كل سنة هديك السنة كمان كنا عم نقدم كمان الشهادة، سقطنا هديك السنة بسبب هاي الأوضاع. بحب طمن الطلاب يركزوا على دروسهم وينسوا كل الأمور التانية، لأنه يعني شهادتهم هي جواز السفر بالحياة. بيقدر يأجل الانتخابات طويلة عريضة، بيقدر يأجل امتحانات رسمية، يعني مش منها أزمة كبيرة، وأمن طلابنا بهمنا يمكن أكثر من أمن نوابنا بعدين. دائرة الامتحانات في وزارة التربية أتمت الاستعدادات اللوجستية في جميع مراكز الامتحانات، وقد خصت طرابلس ب26 مركزاً للشهادة المتوسطة و13 للثانوية العامة، واعتمدت مراكز جديدة بعيدة من مناطق الاشتباكات في الميناء وأبي سمراء وزغرتة. أما البقاع فخصته ب43 مركزاً للشهادة المتوسطة و17 للثانوية العامة، وجميعها بعيدة من أماكن سقوط الصواريخ. بالنسبة لنا سلامة الطلاب هي أولوية، ولا سمح الله لا سمح الله في بعض الطلاب لأسباب أمنية ما قدروا يوصل لمركز الامتحان، بنعالج هيدا الموضوع بوقته. وعلى أمل أن تمر الامتحانات بسلام وأمان في المناطق المتوترة كما يأمل الوزير، تبقى مسألة مقاطعة التصحيح التي يلوح بها الأساتذة ورقة ضغط كي يقضي الله أمرا كان مفعولا. على مسافة أيام قليلة من بدء الامتحانات الرسمية في لبنان، بات مؤكدا أن الامتحانات لن تصاب بعدوى الانتخابات، ولكن في بلد المفاجآت، هل ستسلك الامتحانات في المناطق الحامية أمنياً وتجرى في موعدها؟ دارين دعبوس، قناة الجديد. ترندز يستطلع رأي الجمهور في سبب التحول في حياة فضل شاكر، وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوي. امبارح بعد عرض مقابلة فضل شاكر مع الزميلة يمنى فواز، فقرة ترندز طرحت سؤال على تويتر، وهو شو برأيك دافع فضل شاكر لترك الحياة اللي كان بعيشها واختياره هذا النهج؟ الإجابات كنا عم نتلقاها على هاشتاغ ترندز فضل، وكان في عدد كتير كبير من المشاركات اخترنا أبرزها، وطبعا استثنينا المشاركات اللي ما احترمت أصول التخاطب واللياقات. أوس شامي قال لو فضل شاكر يتمتع بنضج وثقافة وفهمه للدين بشكل صحيح والتميز الجيد لما رأيناه يتفوه بشكل مذهبي مقيت. المغردة ميسون همدر كتبت كان بده يتحول من إنسان عادي شبه معدوم ما قبل الفن إلى زعيم في الدنيا طمعا بالآخرة بلطجي. لونا كان رأيه أنه فضل يريد الاقتراب من الله والتكفير عن الذنوب. قال زين علق فضل شاكر يعاني من خلل نشأوي في تحديد انتمائه وشخصيته، يتأرجح بين الرقيق المتمدن
والهمجي المتعصب سيتأرجح مشددا لا شك بذلك. الزميلة روى سابا كتبت: فضل طول عمره عنده نقمة على أجواء الفن، تصريحه ببرنامج على الباب يا شباب بعد لهلأ الصحافة تحكي عنه الفن وسخ وبمنع بنتي تغني. الصحافي مروان متني بحسب رأيه أنه التغيير عند فضل هو ردة فعل على المجازر والعنف ضد مدنيين عزل في بداية الثورة في سوريا. لينا كان رأيه أنه السبب هو فشل في التعايش مع الحياة العصرية وإيجاد ذاته بالمجتمع وضعف الثقة بالذات، كلهم تحولوا لتعصب. أبو حمزة ربيع قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أفلح إن صدق. عبد القادر با يعتبر أنه يبحث عن سعادة داخلية وأرضاء النفس والارتياح. أبو حسام كتب: فضل لم يكن يوما بعيدا عن هذا الجو، ولطالما سمعنا عن صراعاته عدا عن تاريخ شقيقه والمحيطين به. أما موسى رأيه كان: واضح من تصريحاته أنه لم يتب لله بل تظاهر بالتوبة لتكون غطاء للكره الذي يحمله للشيعة، هذه هي عقيدتهم ونهجهم، الشيعة هم العدو. زينب سلام قالت: لأنه مش موزون اجتماعيا طول عمره منغلق، يعني باختصار عقد نفسية. جاد ياسين كتب: يمكن الجو الطائفي والشحن المذهبي بالبلد أثر فيه. أما أحمد ياسين فغرد بيقول: ليس هذا بجديد على فضل، لطالما اختلف مع فنانين لأسباب مذهبية مع أيمن ذبيب كمثال. أما الزميل يمنى فواز اللي أجرت مقابلة فكان رأيه بترغيده: أعتقد الحنين إلى الأصل، فهو يشبه اليوم ما كان عليه قبل أن يصبح فنانا، فضل تربى إسلاميا يعني رجع لأصله. مع هذه التغريدة بنوصل لختام فقرتنا لليوم. بعد الفاصل عادت التظاهرات إلى الأردن. أهلا من جديد. كشف محتجون أتراك أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعهد تجميد خطط لإعادة تطوير منتزه غيزي في مدينة إسطنبول حتى تصدر المحكمة قرارا بشأن المشروع، معتبرين ذلك بادرة إيجابية بعد أسبوعين من الاعتراض. وأعلنت حركة تضامن تقسيم أن أردوغان وعد بالتقيد بالحكم الذي سيصدر في دعوى قضائية أقامها الائتلاف في مسعى لوقف مشروع إعادة التطوير وإجراء استفتاء في الخطط إذا ما أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة. وقال أحد أعضاء حركة تضامن تقسيم للصحفيين عقب لقائهم أردوغان أمس أن رئيس الوزراء قال إنه إذا جاءت نتيجة الاقتراع العام مؤيدة لترك الساحة منتزها فإنهم سيتقيدون بها، مشددا على أن تعليقات أردوغان بأن المشروع لن يجري تنفيذه حتى يصدر القضاء قراره هو نتيجة إيجابية لاجتماع ليلة أمس الذي ضم إلى أردوغان 8 ممثلين وفنانين وعضوين من حركة تضامن تقسيم الذي ينسق الاحتجاجات. تظاهرة في الأردن تطالب بالإصلاح. خرج مئات الأردنيين عقب صلاة الجمعة في تظاهرة نظمها ائتلاف العشائر الأردنية بمشاركة حركة الإخوان المسلمين هتفت بسقوط النظام. وحذر المتظاهرون من رفع الأسعار وطالبوا بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب، إضافة إلى المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد والفاسدين وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. نقول لهم ابدأوا اليوم ونادوا معنا في الإصلاح وعملوا معنا للإصلاح حتى لا يدخل الأردن لا قدر الله في نفق مظلم لا يحمد لن يسلم منه حتى رأس النظام. أمريكا هي التي تريد أن ترسم الشرق الأوسط الجديد، وجود القوات الأمريكية بالتأكيد لخدمة وحماية الأمن الصهيوني وليس لحماية الأردن، ونحن لا يشرفنا أن نكون أتباع لأمريكا ولا لغيرها. وهاجم المتظاهرون الثورة العربية الكبرى التي قام بها الشريف حسين حاكم مكة على الدولة العثمانية في حزيران عام 16 ووصفوها بالثورة العبرية. تكريم تكرم العرب في باريس. كعادة
كعادتها في شهر أيار من كل عام وللسنة الرابعة على التوالي التأمت لجنة التحكيم الدولية لمبادرة تكريم لاختيار المكرمين العرب للعام 2013، وذلك بعد دراسة معمقة لملفات مجموعة من المرشحين الذين بلغوا المرحلة النهائية من مختلف الدول العربية ومن مجالات عدة كالخدمات الإنسانية والمدنية، التنمية البيئية المستدامة والإنجاز العلمي والتكنولوجي والابتكار في مجال التعليم والإنجاز الثقافي وامرأة العام العربية والمبادرين الشباب والقيادة البارزة للأعمال والمساهمة الدولية الاستثنائية في المجتمع العربي. أعتقد بأن مثل هذه المبادرة تكريم هي ليست اعترافاً وتكريماً للمنجزين والمبدعين العرب فحسب، وإنما هي تحفيز للجميع. وأنا أعتقد بأن مقولة لا كرامة لنبي في وطنه يجب أن تزال من القاموس العربي، وأن نعبر نحن عن تقديرنا للذين أنجزوا ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى العالمي، لنقول للعالم بأننا نستطيع أن ننجز ونستطيع أن نخلق علاقات على أساس من الندية والتكافؤ، وبالعكس على أساس أننا جزء من هذا الإنجاز العالمي والإنساني الضخم. الصعوبة في الأمر أنه الاختيار هو لمستويات جيدة جداً بدراسات معمقة جداً تجعل من الصعب اختيار يعني واحد من ثلاثة أو من اثنين أو أكثر. فرصة للي نجحوا بكتير شفافية وينعرفوا بالبيئة اللي نجحوا فيها وبالعالم العربي، وأنا بفتكر هالخطوة عظيمة أنه نرجعهم لبيئتهم ولعالمهم العربي ليكونوا رسالة وقدوة لغيرهم أنه إذا نجحوا برا يتكرموا ببيئتهم يتكرموا ببلدهم. بس شوف هون أنه ما حدا بيسأل شو أنت وشو دينك أنت ومنين جاي أنت، وكلنا قاعدين مع بعضنا عم نفكر فرد اتجاه أنه نجاح حدا بهالعالم العربي 350 مليون في حكمة وفي دكاترة ومهندسين ومبدعين وصحفيين وأختيست، وهذا العالم العربي اللي منحبه. فكرة كانت رائعة وإن شاء الله يكون في أفكار تانية عن حدا تاني كمان، لأنه عنا كتير لازم يتكرموا. وتكريم يا ريت مراكز عربية تانية بتصير، لكن للأسف الشديد ما عندهم فيجن قد ما عنده ريكاردو كرم فيجن. التكريم عم بيبدعوا في العالم العربي وبالطريقة المحترفة اللي عم بيشتغلوا فيها وبطريقة يعني بكرموا اللي بيستاهلوا دائما. يذكر أن الأسماء التي تم اختيارها بقيت سرية لحين الإعلان عنها في حفل ضخم سيقام في شهر تشرين الثاني يتم خلاله إطلاق المكرمين للعام 2013. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت السبت 15 حزيران 2013، ونبدأ مع النهار. واشنطن لا تؤكد فرض حظر طيران، أوباما يلتقي بوتين شاهرا التسليح. نصر الله لا يتراجع والحريري يتهمه بالتضليل، تحرك رئاسي مباشر بعد تمرد الخارجية. ننتقل إلى السفير وفيها الحريري يرد لم نرسل مقاتلين وحرام توريطنا. نصر الله نحن آخر من دخل سوريا وباقون فيها ومعها. واشنطن تخلط الأوراق السورية، تسليح المعارضة وإعادة النظر بالتفاهم مع روسيا. مشاركة بنسبة 70% ودورة إعادة مؤكدة. السر الإيراني داخل صناديق الاقتراع. ننتقل إلى الأخبار وفيها نسبة الاقتراع تجاوزت 70% في إيران. قاليباف وروحاني إلى دورة ثانية. نصر الله سنكون حيث يجب. تشومسكي سايكس بيكو تنهار. أما في الأنوار، 9 صواريخ على بعلبك تصيب مواطنين وإطلاق نار في بيروت ليلا. واشنطن تتردد في إقامة منطقة حظر جوي. قرار أمريكي بتسليح المعارضة السورية. نصر الله سنكون حيث يجب أن نكون. مواجهات عنيفة في إدلب والرقة والجيش الحر يتحدث عن تحقيق تقدم. ننتقل إلى الديار، هذا هو طائف، الوزراء أقوى من رئيس الجمهورية. نصر الله نحن لا نحمل جنسيتين ولبنانيون منذ أكثر من 10 سنوات. الحريري يرد ويدافع عن تيار المستقبل ويهاجم السيد نصر الله. التصعيد يزداد بشأن التمديد والمجلس الدستوري لا يجتمع.
بالانتقال إلى المستقبل، واشنطن تدرس إقامة حظر جوي قرب الحدود الأردنية وهجوم صاروخي للمعارضة على العميد حافظ مخلوف. أوباما قمة الثماني ستبحث سبل إنهاء الحرب في سوريا. أكد أن هوية حزب الله وجنسيته ومرجعيته إيرانية بامتياز، ورفض رمي جرائمه في سوريا على المستقبل. الحريري نصر الله مصر على مسار نهايته الخراب. في البناء لهذا اليوم، دمشق وموسكو تردان بعنف على إعلان واشنطن تسليح المعارضة، وفبركة الكيماوي العقلنة السياسية تعطل استدراج التدخل الخارجي في لبنان، أو عفوا بين لبنان وسوريا. نصر الله الخلاف في سوريا ليس بين مذهبين بل بين مشروعين. بان لا قيمة لأي معلومات حول الكيماوي في غياب الأدلة. بوتين البديل من الأسد، الفوضى والتطرف. في عناوين اللواء، المشهد المضطرب، اشتباك كلامي بين حزب الله والمستقبل، نصر الله مستمرون بالمعارك داخل سوريا، الحريري ليبحث عن غير شركاء في جرائمه، ترتيبات لستاتيكو ميداني قبل قمة أوباما بوتين الاثنين، البيت الأبيض لا يميل لمنطقة حظر جوي في سوريا. في عناوين البلد، نصر الله سنتدخل حيث يدعو الواجب تحت عباءة المرشد. الدول الداعمة للمعارضة السورية تبحث تسليحها. هنية لا خلاف داخل حماس. في الجمهورية لهذا اليوم، نصر الله سبقنا تيار المستقبل إلى سوريا، والحريري يرد تلفيق وتضليل، واشنطن بدأت تسليح المعارضة السورية. في الحياة، ردا على استخدام الكيماوي وانخراط حزب الله، المعارضة ترحب وتطلب دعما حاسما، وموسكو تحذر من تكرار سيناريو العراق. واشنطن تعاقب نظام الأسد، وفرنسا تؤيد الضغط العسكري. أكد أن ما قبل القصير كما ما بعدها، وتهديدنا باللبنانيين لا يغير موقفنا. نصر الله مستمرون في مواجهة المشروع الكوني في سوريا، ولا حاجة للدخول في التفاصيل المتروكة للحاجات الميدانية. أخيرا مع الشرق الأوسط، موسكو تحذر من تصعيد النزاع، والاستخبارات الأمريكية تقدر القتل بين 100 و150 ألفا. واشنطن تسلح المعارضة السورية وتتحفظ على الحظر الجوي. قال إنه ليس أمين الربيع العربي، وخامنئي هو واضع السياسة وليس الرئيس. العربي للشرق الأوسط، نجاح جنيف 2 يتطلب توازنا عسكريا، وتركيا فاجأتنا. تمديد مهلة التصويت في الانتخابات الرئاسية، ومستشار المرشد يستبعد جولة ثانية. إيران إقبال كثيف على مراكز الاقتراع، وخامنئي يتكتم على مرشحه المفضل. كان في النشرة صواريخ على بعلبك، نصر الله في يوم الجريح، نحن ما منبعت شبابنا على سوريا ومنقول عم نوزع حليب وبطانيات. الجديد في قلب حمص، نحن باغتناهم ما شافونا إلا بيناتهم. وحياة رغم الموت، مع الجيش ما حدا بيخاف. واشنطن ترفض فرض منطقة حظر جوي على سوريا. تقدم روحاني في الانتخابات الإيرانية. بهذا نأتي إلى ختام نشرة قناة الجديد الصباحية، شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء عند 10:30.